طيب بص بقى، اتكلمنا في ملف كرم جابر قبل كده. ايوه خلينا نقول لحضراتكم الجديد الخاص برضو بكرم جابر، المفروض وهسميه الاسطوره، يعني انا بصراحه هسميه الاسطوره، لان فكره ان انت يبقى عندك بطل، وبطل في سنوات ماضيه كبيره جدا يعني 2004، وبيعود بعد 2004 بعد كل الاعوام الطويله دي تاني علشان يمثلك في محفل دولي كبير ويرفع برضو اسم مصر، لا ده اسطوره بجد. كرم جابر لعب طبعا منتخب المصارعه، مفروض دلوقتي ان هو بيشتغل على نفسه بقوه بعد قرار عودته للعبه، وانا من الناس اللي كنت سعيده جدا بقرار العوده ده، لان في تحدي كبير جدا، وفي لو فعلا فاز يا كريم، هو والله حتى لو ما فازش، بس لو فاز هيديك امل أكيد. وهيدي لرياضيين كتير جدا امل. بعدوا عن الملاعب، بعدوا عن الرياضه لاسباب كتيره، ممكن تبقى منها اصابات او يعني انشغالهم بالحياه، مش مهم ايه هي الظروف، لكن دايما يقول لك في امل، لو انت عايز ترجع تاني للمكانه اللي انت كنت عليها تقدر، بس انت قرر، ولما تقرر لازم تبتدي تشتغل على ده، هي الموضوع مش قرار فقط. يعني هو حاليا المفروض في معسكر في فنلندا، وجيه بدعوه من الاتحاد طبعا الفنلندي، وبعد كده هيتوجه لباريس يوم 10 ديسمبر تحديدا عشان يدخل بقى في معسكر خارجي، ده ضمن استعداداته الشخصية للمشاركة في بطولة إفريقيا اللي هتكون مارس المقبل يعني بمصر، والمؤهلة طبعا لأولمبياد باريس. يعني تاني هرجع أقول بجد، لو تأهل وحصد ميدالية أعتقد هتكون أمام فعلا نقدر نقول حالة تدرس طبعا بعد 10 سنين تقريبا اعتزال، بيعود مرة تانية وبالقوة دي. لا يعني بص، أنا أتمنى ده يحصل فعلا، لكن حتى بجد لو ما فاز، فكرة الإصرار والثقة اللي عنده، وفكرة إن هو أصلا يعود مرة تانية ويوصل للتأهل، خلي بالك أصلا الوصول للتأهل ده صعب، يعني فكرة إن أنا أتأهل لأولمبياد أصلا ده مش أي حد، ده في ناس 10 سنين في الملاعب ما بتحققهاش، مش 10 سنين بعيدة عن الملاعب. فخلينا نشوف بس الموضوع يعني interesting، أو يعني في كده متعة بصراحة، اللي أنت لو تابعت الملف ده هتشوف إيه اللي هيحصل فيه. لا هي ممتعة. في كل رياضة في أبطال، وفئة معينة منهم بيتقال عليهم أبطال استثنائيين، كما هو الحال في حالة كرم جابر. دي احنا حقيقة. بنتكلم على شخصية ملهمة بالمعنى الحرفي للكلمة.